السلام عليكم البنات ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف الأحوال؟ نتمنى من الله باش يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير وأعلى أحسن ما يرام. اليوم إن شاء الله بنشارك معكم التحلية أو بحال شكل تشيز كيك أو تحلية لتجي رائعة، ونتمنى من الله تعجبكم. المقادير تنحتاجو هنا عندنا جوج معالق ديال الكاكاو، هنايا عندنا نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال السنيده، جوج بيض ديال البيض، وتنحتفظوا بالصفر. انا غنوريكم اشنو غنكملوا به الوصفه. هنا عندي تقريبا كاس وربع ديال الدقيق، هنا عندي خماره وضفت واحد شويه ديال قبيصه ديال الملحه. صافي، من بعد تناخذوا الكاس ديال المولينكس ديالنا، تنضيفوا داك السنيده، ومن بعد الزيت، تنضيف هذا الكاكاو، وداك الصفار ديال عفوا بيض ديال البيض. وندوز دابا باش نطحنهم في المولينيكس ونتلاقاو. صافي، دابا من بعد ما طحنت هذاك الشيء تيجيني على هذا الشكل، هانتوما كيما تشوفوا. صافي، ودابا من بعد ما ضفت داك الدقيق وتا هو خلطته مزيان، تصبح لي العجينه على هذا الشكل. صافي، دابا تنخويها في المول وندوز باش نديرها في الفران ونتلاقاو. دابا نخويها كامله، نقاد لها السطح ديالها. صافي، نوضعها في الفران وندير معها البال، حيت على حيت الطبقه ديالها رقيقه والكاكاو ما تيبينش لينا، خصنا ضروري نديرو معاه البال. صافي، دابا غنديرها في الفران. صافي، دابا ندوزو باش نقادو السيرة. عندي هنا نص كاس ديال السنيدة حبيبات، تندير معايا نص كاس ديال الماء، وندوز دابا باش نحطو تيطيب باش ملي نخرج الكيكة ديالتي نسقيها. ودابا من بعد ما خرجتهم الفران، صافي قديت السيرة. صافي، دابا تنسقيها هكا. هي كامله ما تكون باقا سخونه باش تشرب ليا داك السيرو. غير جربوا البنات وما ما غتندموش. تجي منعشه وبارده، كتقدميها للضيوف يعني في اي وقت يمكن تاكليها بحال الديسير. صافي، دابا من بعد ما سقيتها ندوز باش باش نصايب معكم الحشوه او الطبقه الثانيه اللي غنقادوها من هنا. عندي جوج معالق ديال المايزينا او النشا، وهنايا عندي جوج دوك الصفار ديال البيض اللي بقاو ليا من الكيكه، وهنا عندي جوج معالق ديال السنيده، وعندي ربعه المرصوات ديال الشكلاط ابيض، عندي نص سطرو ديال الحليب، وعندي هنايا الخوخ باش غادي هو اللي غنزين به من الفوق. غندوز دابا باش نقطعو معاك نقطعو ونوري لكم كي غيجي في الاخير. صافي، تنضيف هذيك في كاسرون او اناء، تنضيف المايزينا، تضيف فوق البيض، هاد الشوكولاته نخلي هو التالي، تنضيف هذيك السنيده، تنخلط واحد كلشي مساج مع بعضياتهم. هانتوما على هذا الشكل. صافي، تنضيف فوق الحليب، تنخلطو مزيان ونحطهم دابا فوق النار. صافي، من بعد ما درتو في الكبوطه، صافي تنبقى نحرك بحال هكا. تبدي ما تنساوش تحركو مزيان وتوقعو حتى كتولي لتحت. صافي، دابا مبدا شويه تيختار، تندير دوك تنضيف هذوك ربعه القطع ديال الشوكولاط.
السمر في التحريك مزيان، ما نحاول ما نرساش من التحريك. هاد الشوكولاط اللي بغى يضيفو يضيفو، اللي ما بغاش ما يضيفوش، وغير تيعطينا داك القوام كريمي. هو دابا تقريبا بدا يوجد. بحال هكا دابا صافي نطفي عليه، نضيفه فوق الكيكه. صافي دابا تنضيف هذاك الخليط. نقاد الوجه ديال هذاك، نقاد فوق الوجه ديال الكيكه. صافي نضيفها دابا في التلاجة تقريبا شي جوج سوايع حتى تبرد، وملي تبرد نزينها بهذاك الخوخ اللي قلت لكم في الاول. تلاقاو. دابا من بعد ما بردات قطعت هذاك الخوخ بحال هكا. صافي ندوز دابا باش نزوق به، نزين به داك الوجه ديال الكيكة. الشكل بحال هكا. صافي غنستعمر هكا حتى نكمل هذاك الشيء اللي عندنا كامل. تعجبكم البنات غير جربوها، ما تندموش عليها. انا تعجبني بالخوخ، يمكن ديروا اي فاكهه، بنان او فريز، كل واحد اش مو تيبغي. وصافي دابا بلا ما نطول عليكم الفيديو غنكملها بالتزيين ديال الخوخ ونوريكم النتيجه. ها انتما كي تجدي بحال هكا. ودابا ندوز باش ندير ليها الناباج. سمحوا لي راه شاده بايد وتنصور بايد بحال هكا على هذا الشكل. ناباش باش يخلينا داك الخوخ تيخلينا شاده داك الطراوه ديالته تيجي لامع، تيعطي واحد الشكل زوين. صافي من الاخير تنزينا بحال هكا بالمريج ديالنا هنا، الشكل ديالها كي تيجي. وهنا البنات رجعت من بعد ما بردات لي التحليه، ها هي كتجي على هذا الشكل. تقدم مع عصير ولا كل واحد اشنو تيبغي، انا غنقدم مع عصير. ودابا نوريكم كي تجي من الداخل. ثم دابا نوريكم كي غتجي. شكتها تجي، شوف شحال تجي زوينه، يعني داك
يعني طبقات ما بين هاد الكيك و وهاد الحليب و تيجي يعني الديكور ديالو زوين. ودابا ها نتوما كتيجي الشكل ديالها. يا سلام تجي غزاله، نتمنى تجربوها. صافي تنقدمها مع عصير. بسم الله ايوا بالصحه والراحه.